خوتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى الاخوان يعجبكم محتوى القناه. بالنسبه للناس اللي تفرجوا فينا، ما نساوش يتفاعلوا معنا، خليو لنا البصمه ديالكم. واللي تيتفرج فينا الاخوان، ادعي معنا. اللهم يسر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. هنا الاخوان، اليوم السبت، الحمد لله. يعني الشتا تبارك الله طاحت في هاد 3 ايام هادي، الحمد لله. تقريبا راه المنطقة ديالي فران على حسب لي ذكروا، راه تقريبا شي 43 مليمتر، والحمد لله تبارك الله. كما تشوفوا الغنم راه شاد الربيع، الحمد لله الاخوان. يعني الغنم دوزات 3 ايام، الاربعاء والخميس والجمعة، كانت الحمد لله كاملة الشتا. بالنسبه للاخوان، الروتين ديال اليوم، يعني راه كنت شاركته معكم ديجا في فيديو، واليوم راه داكشي اللي درنا تقريبا. الحمد لله شطبنا الزرايب، وحنا خرجنا هنايا عند غنم تبارك الله، هي مزلعه تبارك الله سارحه. اللهم يسر، تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله على كل حال، وان شاء الله الاخوان الغنم راه تتحسن نهار على نهار، الحمد لله تتحسن. صراحه ماشي هكا طلعنا على الجبل، كاين الحمد لله راه كاين تحسن تبارك الله. دابا راه بدات في الولاده الحمد لله، اللهم يسر. بالنسبه تبارك الله راه مشبعه وليداتها، الحمد لله على كل حال. وبالنسبه للاخوان راه ضروري من العلف، العلف راه واخا كاين الربيع هكايا، راه ضروري من العلف والبال، ضروري من العلف والبال، الحمد لله على كل حال تبارك الله ما شاء الله. الجبل تبارك الله راه متيسع، والخير الحمد لله راه موجود. تساوت هذه الاخوان، هاد الربيعه نقول لها تساوت تيليبي تبارك الله موجوده تبارك الله، هي اللي راه دابا تبارك الله مخرجه، وراه النعجه شاده تبارك الله راه تتاكل. يعني لا النعجه لا الكبيره لا الصغيره، خصوصا النعجه الصغيره شبعانه 100%. بالنسبه للنعجه الصغيره دابا واخا تقطع عليها ماشي مشكل، ولكن غادي يبقى المشكل في العزيل. وهذه بالنسبه للحوله الاخوان، غادي يكون تعالق بين الحوله ضعاف وهذه، ولكن ضروري الحولي ديال السرحه راه هو هذا، الحولي ديال السرحه راه ضروري، واخا تاكلو تيكون ناقص شويه، وراه ضروري من العلف. راه تقريبا الاخوان راه تاكل تقريبا كيلو لواحد في النهار، والحمد لله كيلو راه كافيه، راه صحه جيده كما تيقولوا. الحمد لله على كل حال تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. المهم الاخوان، وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم. بالنسبه للناس اللي تيتفرجوا فينا، ما ينساوش يتفاعلوا معنا في القناه، خليو لنا البصمه ديالكم، وبارطاجيو معنا الفيديو الاخوان. تحياتي لكم، اخوكم راعي الغنم الاطلس المتوسط، يحييكم من مدينه ازرو. وان شاء الله الاخوان مزيد ان شاء الله من الفيديو ان شاء الله الاخوان. اتمنى ديال السوق تبارك الله، اللهم يسر. بالنسبه كاين الاخوان تيسولوني في هذه الوقيته كيدير السوق الاخوان، السوق ما ديامات ما بين السوق، السوق ديال الشتاء تيكون ناقص شويه، كسيبه قليله، ونتمنى من الله تيسير. تبارك الله عليكم الإخوان.